الموجز الإخباري من وكالة سند الأنباء، أهلا بكم. استشهاد الأسير المحرر سميح عمارنا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في بلدة يعبد قضاء جنين قبل أيام. 150 اعتداء إسرائيليا على صيادي قطاع غزة منذ بداية العام توزعت بين اعتقالات وإصابات في صفوف الصيادين وتدمير ومصادرة قواربهم وإتلاف مئات شباك الصيد. ارتقاء فلسطيني وإصابة 9 جنود إسرائيليين ومستوطنين في مواجهات شهدتها الضفة الغربية والقدس الأسبوع الماضي. وزارة النقل السورية تقول إن العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية لمطار دمشق فجر أمس تسبب في خروج المدرجات عن الخدمة. شركة مايكروسوفت تعلن عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة ويندوز 11 يمنح مستخدمي الحواسب ميزات انتظروها لسنوات. نهاية الموجز، في أمان الله.